مساء الخير، عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده يا جماعه حلقه جديده مش تدريب. كلاب دي اي نعم هي داخله عندنا كورس تدريب، بس احنا الحلقه دي مش تدريب. الحلقه دي عباره عن متابعه او رعايه دوريه. ايه هي الرعايه الدوريه؟ ودي اللي احنا عاملينها حاجه جديده، بس للاسف ان في ناس معلها كلاب عندنا مش مقدره حته زي دي. كلام من الدغري عشان ما حدش يزعل مني. المتابعه او الرعايه الدوريه دي شغلها ان احنا بنشوف كل ما يحتاجه الكلب نعمله معاه. يعني بالعربي كده، واحد جايب كلبه تدريب، هو حاطط في دماغه انا مودي كلبي تدريب. طيب هل ابو نور مسؤول مثلا ان الكلب مش نشيط؟ هل ابو نور مسؤول ان الكلب مثلا عنده برد؟ هل ابو نور مسؤول مثلا ان كل الحاجات دي الكلب معرض ليها؟ يعني الكلب اللي موجود عندنا هنا معرض للحاجات دي، لكن صاحب الكلب ما بيشغلش باله بالكلام ده ولا ليه دخل. هو بيقول لك ايه بقى؟ زي اللي بيقول لك كده، انا مسلمك امانه نستلمها زي ما هي. تمام؟ بس هل انت وانت ماشي في الشارع ما بيجيلكش دور برد؟ هل وانت ماشي في الشارع، هل وانت قاعد في بيتك ما بيجيلكش سخونيه؟ هل وانت قاعد كذا ما بيجيلكش كذا؟ هل وانت كذا ما بيجيلكش كذا؟ لا، بيحصل كل الحاجات دي وبتحصل في الكلاب. المهم احنا بنعمل لله وبنعمل لربنا، مش بنعمل للناس، لان اللي يعمل للناس مش هيتقدم خطوه قدام. تمام؟ تعالوا بقى نقول احنا بنعمل ايه وبنخلي ايه. دي اربع كلاب، في كلبين انا سبتهم امبارح ما كنتش فاضي نطلعهم النهارده. يعني امبارح ما كنتش فاضي طلعتهم النهارده عشان نطمن عليهم. تمام؟ معايا زربونه ومعايا الكلب البلدي اللي هو سلطان. حقه حقه ياخد متابعه. مش معنى ان كلب بلدي يبقى احنا نقصر معاه، دي روح. انا لا يفرق معايا نوع الكلب ايه ولا شكله ايه ولا مواصفاته ايه، اللي يفرق معايا ان دي روح ربنا خالقها لازم تاخد حقها. تمام؟ ومعايا اميندا كلب مالينو اللي هناك دي. تمام؟ ومعايا تيربو. تمام؟ ده كلب امريكان بولي برضو في المتابعه النهارده. الكلاب دي انا بنطلعهم كدوريات، نشوف حاجه محتاجه حقن حشرات نديها على حسابي. تمام؟ مش على حساب صاحب الكلب، احنا بنحاسب على حق التدريب بس، ما بنحاسبش على الحاجات دي. تمام؟ حاجه محتاجه، حاجه عندها سخونيه او درجه حراره مرتفعه نديها علاج. حاجه محتاجه فيتامينات عشان مش نشيط شويه نديله. عنده ديدان نديله. طيب العلاجات دي ابو نور تكلفتها على مين؟ والله العلاجات دي غاليه. تعالوا نوريكم، تعالوا نوريكم، تعالوا بقى نوريكم، عشان انا تعمدت بس ايه نوريكم احنا بنعمل ايه دلوقتي. احنا غيرنا النظام خالص، كلام زمان ده لغيناه. دلوقتي انت بتعمل حاجه قدام ربنا. ادي رص يا باشا، ادي العلاجات اللي بنشتغل بيها. تمام؟ عباره عن، بصوا بقى، واحد يقول لك ايه، ما انت ممكن تدي الحاجه اللي الكلب عايزها. رص يا باشا، ما انت ممكن طب ما انا بنروح نجيب منشطات زي دي وحاجات زي مثلا فيتامينات وحاجات معادن وملجا ومقوي اعصاب، الكلام ده بنديه لمين؟ والله بنديه للكلاب دي، بنديه لهم والله، بندي منه. تمام؟ انا شايف كلب النهارده مش نشيط، كلب تدريب، انا مش انا مش مسؤول ان انا نديله حاجه زي دي، لا بنديله، بنديله. تمام؟ اللي بيزعلك بقى تبص تلاقي صاحب الكلب كبر دماغك، هو كده كده كلب بياخد حقه. احنا ما بنديش ليك لحضرتك ولا للكلب حقه، احنا بندي لربنا حقه. تمام؟ ادي طبعا مضادات حيويه، احنا غيرنا العلاج البيطري على فكره، لان العلاج البيطري كان رخيص، اشتغلنا بقى بشري، ومش مشكله انه يكون غالي، بس المهم ان احنا يبقى سمعتنا مكسره الدنيا الحمد لله. يبقى ايه الفرق بين الاقامه هنا يا ابو نور عندك والاقامه بره بقى؟ الاقامه عندنا هنا الحكايه دي، دي الفرق بقى، ان كلبك لما بيخش اقامه بياخد حاجه اسمها دوريه. تمام؟ مع واحد بقى له 25 سنه شغال في المجال ده، فاهم كل المشاكل الصحيه اللي بتقابل الكلب، فاهم الدنيا دي كلها، وبيشتغل بعلاجات زي كده، يعني فاهم هو بيعمل ايه. طبعا كل ده بيفرق مع الكلب. تمام؟ بس يا رب اللي احنا بنعمله يقعد لنا بس في اولادنا وفي حياتنا بس. يلا بينا نرجع نشوف الكلاب تاني. طبعا بقى يا جماعه اتفضلوا بصوا الحاله الصحيه بتاعت كلب زي ده، النشاط بتاعه واضح جدا. تمام؟ كلب زي تربو النشاط بتاعه، طبعا انا وانا ماشي كده بنبص على عين الكلب، بنشوف حالته ايه، بنشوف دنيته ايه، بنشوف مشكلته ايه. الحمد لله عينه باينه، شكله واضح، جسمه واضح. تمام؟ حجمه واضح احسن مما كان جاي كنشاط كمان. يعني الكلب ده جاي هنا ياخد رعايه وياخد تدريب وياخد كل حاجه. تمام؟ تعالوا نشوفه. امين ده طبعا انا مخسسها شويه عشان بتاع سلطان، بسم الله ما شاء الله. تمام؟ تعال سلطان، تعال.
يلا تعال تعال. ايه شاطر شاطر سلطان طبعا بيقلق. تمام أميندا ست اه ياد طبعا أميندا بسم الله ما شاء الله. دي بقى الرعاية، الرعاية إننا نطمن على الكلب، نشوف حالته الصحية إيه، نشوف مشاكله إيه، نشوف دنيته إيه. دي يا جماعة الرعاية. فمعنى كده إن لازم ما نستخسرش في الكلب بتاعي، نشوف محتاج إيه، نعمل له حاجة اسمها دورية، رعاية دورية، إن أنا نشوفه كل يومين ثلاثة حالته الصحية إيه، إيه اللي محتاجه والكلام ده كله. أهم حاجة إن ما يكونش عندي لا حشرات ولا عندي ديدان ولا عندي أي مشاكل صحية. يا رب تكون الموضوع ده عجبكم، واتطمنا على الاربع كلاب دول على حالتهم بسم الله ما شاء الله. ربنا يبارك فيهم ويبارك لاصحابهم يا رب.